انا جنبي. ايوه يا فندم. عليك برضو على رفع الاسعار ورئيسات اللواء. يعني انا مع احترامي الشديد اخي العزيز النائب المحترم الدكتور نبيل لؤي باوي، واعتز بصداقتي له وبسيادة النائب احمد رفعت وهو اخ عزيز وكريم، وبصديقي الجميل المستشار محي الدين بدراوي، وبحضرتك اعلامي متميز. لكن دعونا حتى نختلف، فهذا لا يفسد للود قضية، فلعلنا ندق ناقوس خطر للمشرع، سواء كان هذا التشريع قادما من الحكومة أو من البرلمان. والمصيبة أن الحكومة لم تطلب ذلك، أعضاء البرلمان أو اللجنة التشريعية لا ندري، لأن هناك حتى تعتيم لم يخرج متحدث عن البرلمان سواء كان رئيسه أو الوكيل لتوضيح الصورة للمواطنين. هذا حق الناس عليهم، لأن البرلمان ده ملك للشعب، خدام عند الشعب. لما قضية زي دي تصار وأنهم يريدون وأنهم فعلوا، وبعدين تلاقي البرلمان بدأ يناقش هذا الأمر، زيادة مرتبات إخوة أعضاء البرلمان وزيادة مرتبات ومكافآت السادة الوزراء. البرلمان بره الموضوع بس عشان تبقى طيب، ما انت تعقب عشان توضح في النقطة دي عشان المشاهد. انا اسف مش يعني الحكومة اللي عملت ده البرلمان حلو قوي. طب خلاص بره زيادة المرتبات مش هيزودوا مرتباتهم. طب خلينا بس نكمل. وانا كويس ان حضرتك يعني هم بره بمعنى الدبلوماسيين والمحافظين. ايوه بمعنى المحافظين والوزراء والدبلوماسيين اللي هيزيدوا. بالظبط. لكن التشريع جا منين؟ القانون جا منين؟ المقترح جا من الحكومه ولا من داخل البرلمان؟ كمل يا فندم. لا انا جاوبني في الحته دي بعد اذنك. لا انا عشان ابقى صادق اعتقد ان من الحكومه والبرلمان وافق عليه لتقنين اوضاع قائمه. ازاي؟ يعني انا اقول خلاص اكمل. لا كمل بقى كمل. تاخد يعني لا لا تعرف المساله دي. لا اتفضل احنا قاعدين للصبح معاك. الله يخليك. طالما قلت تعتقد فانت محترم وخلاص مفيش تعقيب. نائب مشرع، التشريع لا ياتي الا من جهه واحده. تمام. بمعنى لو جاء من الحكومه يناقشه البرلمان. ده حقيقه. يخرج من البرلمان. يخرج من جهه واحده صح. ايا كان. لو جاء من البرلمان يناقش البرلمان. بالظبط. لو جاء من عضو في البرلمان، لان احنا درسنا في الحقوق. تمام. ان هناك مراحل، وحضرتك نائب مشرع. تمام. تسمى مراحل سن التشريع. القانون يعد في جهه ما، ثم يناقش امام لجنه خاصه، ثم يطرح على اللجنه العامه. تمام. ثم يصدر من البرلمان، ثم يذهب الى رئيس الدوله ليصدق عليه، ثم لا يعمل به الا بعد نشره في الجريده الرسميه. تلك هي المراجع التعبز. لكن احنا يفاجئ المواطنون ان القانون يناقش ولا احد يعرف من الذي قدم القانون. وسيادتك نائب في البرلمان وبتقول اعتقد انه من الحكومه مع البرلمان، لان انا ما اقدرش اجزم اذا كنت حضرت من. ايوه كويس. بالزبط. كويس. وده جميل. لا انا ما بنعيبش، ده انا بحترمك على هذه الشفافيه وهذه المصداقيه. معنى ذلك ان البرلمان حتى لم يرسل لاعضائه مذكرة، ربما لم يرسل أعضاء مذكرة شارحة موضحة لحقيقة وفلسفة هذا الأمر. نحن نوجد إنسان عاقل يقول أن الوزراء يعيشون على الكفاف أو أعضاء البرلمان يعيشون على الكفاف، لكن أنا شخصيا أنا ضد تغييب العدالة في هذا المجتمع، ضد أن يتم زيادة مرتبات الدبلوماسيين. والدبلوماسيين مين؟ السادة الباوات اللي هم فوق راسنا ولهم كل التقدير والاحترام، العاملين في السلك الدبلوماسي، السفراء والقناصلة. أما بقى المواطنين اللي من الطبقة الثانية، العاملين في وزارة الخارجية، الموظفين، العمالة الإدارية، الطباخين والسفرجية والسواقين والكتبة والمساعدين، كل دول يا سيدي ما تزيدش مرتباتهم. وكأن احنا بنشرح حتى في داخل دكتور الوزارة الواحدة لفئة دون الأخرى، وهذا أمر معيب. صحيح نحن نريد من قناصلنا وسفرائنا أن يكونوا في أعظم صورة. أتمنى أن تكون الموازنة العامة للدولة المصرية كافية لتحقق العدالة، لكن طالما احنا كلنا تعبانين
وعندنا نسب عالية في الفقر، وعندنا نسبة تضخم تصل إلى 30% من 22-30%، تتفاوت الأرقام ما بين اقتصادي وآخر. طالما عندي معدلات عالية في التضخم، معدلات في الفقر، ثبات في المرتبات، قلة وندرة في الناتج القومي، طب ما احنا نحقق العدالة. نحقق العدالة ازاي؟ ان احنا نسوي بين الناس. لو انت زودت 10% السفراء، وزودت 10% الوزراء، وزودت 10% برلمان، زود 10% للموظفين المدرسين والعمال، زود 10% زيهم للمعاشات. ده انت الحكم اخر حاجه عشان نكمل. المحكمه الاداريه العليا اصدرت حكم للمعاشات بإلزام الحكومة بسداد قيم مستحقة من أموال وأرباب المعاشات. الحكومة لم تحترم ده، وقالت ده احنا ما عندناش فلوس نجيب منين، وقامت طالعة معترضة وطعنت على القرار واعترضت على الحكم اللي من المحكمة الإدارية. ولما راحت تحت عشان تعطر الدنيا، راحت تعترض وتطعن امام محكمه غير مختصه بالتسويف. اتفضل. ال 10% بتوع المعاشات مش النواب اللي عملوها؟ لا، الحكومه هنا بقى هو ده اللي بنى. اقوله انا كسان نائب عجوز. تمام. الحكومه حضرتك لما بتيجي تعمل موازنه العامه للدوله بتوزع، عنده دخل. تمام. فبيوزع الدخل ده على النفقات، فبيوزعه في بنود، بنود ثابتة، وزارة كذا تاخد كذا، وزارة كذا تاخد كذا. في بند بيبقى في الموازنة العامة عند المناقشة يسمى بند الأجور والمرتبات، بيقره البرلمان، ثم بعد ذلك تتقدم كل جهة. الحكومة تتقدم لك هزود المعاشات بتاعة الشرطة، هزود المعاشات بتاعة الجيش، هزود المرتبات بتاعة كذا، هزود كذا. تقترح ده وتقدمه للبرلمان مشروع بقانون. فالبرلمان بيناقشه في اللجنة الخاصة أو اللجنة المتخصصة، لجنة الخطة والموازنة أساسي، ثم يطرح على اللجنة العامة ويقر، فيذهب للحكومة لتطبقه. دي المراحل يعني.